ورجعنا لكم من جديد في غبقة رمضانية، وأكيد معكم مستكملين فقراتنا في الغبقة. وأنا في البداية أبي أقول شكر لكل من يعني أعطاني فرصة اليوم في الظهور في هذه الإطلالة، رغم أنها مو بوقتها يعني صراحة، بس أن أبي أقول شكرا للميك اب أرتست قدير السلطان، أيضا لمصمم ظاهر، وأبي أقول بعد أيضا شكر للهير ستايلر ربيعة. ما شاء الله نورنا في الاستديو الفنان عبد السلام الزايد، وكثير طلبوا من محبينا أن يكون معنا في حلقاتنا ويشاركنا في غبقة رمضانية. مساءك خير وكل عام وانت بخير. مساء النور، وانت اللي منورة، وكل عام وانت بخير، وانا سعيد اني معاكم اليوم في الحلقة. حياك الله الفنان عبد السلام الزايد. اول شيء سؤال المعتاد، الوالد شلون؟ بخير؟ الوالد بخير، وانا يعني كنت بسبقك بهذا، الوالد هو يوصل سلامة لك. الله يسلم ان شاء الله ويحفظك ويحفظ اخوانك ان شاء الله. يا حبيبي، بداية رسالة توجه للسلوميين لأن مأذيننا أذية، فأعطهم رسالة. رسالة، أول رسالة أقولهم كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك، وهني كامرتي وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله، وكل عيد يا رب يجمعنا بمحبة، ويا رب دائما أكون عند حسن ظنكم. يعني طبعا كانت في بداية رمضان كان عندك أغنية أو أنشودة نسميها خاصة برمضان، تكلمنا عنها وعن فريق العمل اللي تعاون معك. هذا مثل رمضان السابق أنا هم قدمت أنشودة دينية، لأنه وقت رمضان يكون مثلا ما في شغل، ما في شيء نقدمه، لكن أنا حبيت أني أتواصل بهذه الأنشودة، يعني أقدمها تكون مواصلة مع الجمهور تمثل المناسبة تقريبا يعني في شهر رمضان. يعني في البداية حبيت أن حبوا الأنشودة مني، فهذا رمضان الثاني اللي طبعا أنا رمضان الثاني اللي تجمعني فيهم، هذه سنتين إحنا مع بعض، وأنا صراحة أشكرهم على دعمهم الدائم لي اللي شغال يعني، وأنا صراحة يعني مستانس بهذا الشيء، مفرحني يعني، أقول هذه المحبة يعني هي اللي تقويني، هي اللي تخليني أقدم وأعطي. وحتى في رمضان هذا اللي كلمتيني عنها أقبل رمضان، هذه أنا محضر لها قبل لا يبتدي الشهر بشهرين قاعد أحضر، يعني عرفت أن أنا جاي رمضان لازم أقدم، فهذا القليل بحقهم أني أسهر وأفكر وشنو أقدم لهم، لأن اللي قدمون لي مو شوية كبير. حلو، ما شاء الله الفنان عبد السلام الزايد، ما الحين أنت من روتانا، من ربع روتانا، نوجه لهم تحية. طبعاً نوجه لهم تحية، شركتنا هذه الأم. أكيد الأم، أكيد، وفتحية أكيد لأبو فواز رئيس شركة روتانا الصوتية. طبعاً نوجه له تحية أبو فواز ونقول لك عيدك مبارك. إن شاء الله. نشاط الفنان عبد السلام الزايد ما شاء الله، أول شيء نبارك لك، خذيت جائزة برمضان. أي خذيت جائزة اللي هي جائزة أفضل أغنية في رمضان من السيد فواز الحساوي. طبعا نوجه له شكر السيد فواز الحساوي ومدير المهرجان جمال عدواني، كرموني هذا التكريم اللي أنا أعتبره تكريم لي والجمهور اللي يحبوني اللي دعموني وكل من ساهم بالعمل هذا. طبعا هي الأغنية من كلمات الأستاذ الشاعر الكبير عبد اللطيف آل الشيخ، أوجه له تحية وأقول له عيدك مبارك كل عام وأنت بخير، ومن توزيع فهد المسلمي، ومكس اللي عملها المكس محمد دشتي. طبعا هذيلا أنا أعتبرهم هم أبطال الأغنية هذه. حلو. وأشكر الشاعر الكبير عبد اللطيف آل الشيخ إنه قدم لي هذه الكلمات اللي خلاني أحسها أنا يعني. كان ودنا نعرف الكلمات متوابع. أكيد بدون غناء لأن بالأحداث اللي إحنا حين جارية أكيد الظروف ما تسمح لنا أنك تغنيها، ولكن إذا ودك نقدر نسمع كلماتها. طبعاً، وإذا تسمحوا لي بس أنا أعزي الشعب السعودي على الحادثة اللي صارت، وإن شاء الله هذه آخر الأحزان، وربي يحفظ السعودية وجميع البلاد العربية، ويا رب إن شاء الله نبقى عايشين بأمن وسلام. اللهم آمين. كلمات أقبل رمضان تقول: أقبل رمضان ينادينا، أقبل رمضان وازداد الخير حوالينا، أقبل رمضان قد أنزل فيه من الرحمن أول ما جاء من القرآن، في ليلة قدر تأتينا في العشر الآخر من رمضان. الله
صح الله لسانك ان شاء الله كلمة. وصح لسان شاعرها هو الشاعر عبداللطيف الشيخ من المملكه العربيه السعوديه، نوجه له تحيه. سر نشاط الفنان عبد السلام زايد ما شاء الله يعني جائزه وتكرمت من كذا مهرجان هني بالكويت الحمد وقاعد لله. نشوف قاعد تقدم اعمال وعندك عمل ايضا بالعيد، النشاط هذا من وين لك؟ هذا النشاط هو سر الجمهور، اكيد الجمهور النبض السلومي حبايبي، هذا اللي يخليني اشتغل، لانه يعني الحب هذا والدعم الدائم هذا يعني اللي مطلوب مني اني اقدم لهم واني اجتهد اني ما اقعد في البيت وما اشتغل. النبض السلومي يستاهل، يستاهل حقيقه حبايبي. يعني دائما متابعين للفنان عبد السلام الزايد ودائما متواصلين ويبحثون ومطالبات حثيثه حقيقه دائما وياك، فطوبى للشعب السلومي صح القول. طبعا هم يحبون طبعا تلفزيون الكويت، لان انا هذا اعتبره بيتي واكثر من مره اكون متواجد فيه وهذا السبب اللي خليني انا اشتغل واكون مجتهد. والاغنيه اغنيتي هلا بالعيد راح تسمعونها ان شاء الله في اول ايام العيد، راح تكون موجوده عندكم حصريه في تلفزيون الكويت. انت قبلتوها يعني؟ نقبل شلون، انت كريم واحنا نستاهل. الله يسلمك. وطبعا احنا كان ودنا نعرف كلماتها ايضا اذا كان في بالمكان. كلماتها انا افضل يعني اذا تسمح لي كغناء وحصريا الى وقت العيد. اي انا افضل ان الكلمات نخليها مفاجاه شويه ان شاء الله تسمعونها مع بس من تعاون معك في عمل الاناشيد هذه؟ الاناشيد انا كفريق عمل الفريق العمل، يعني في احد عاونك ولا هذا اجتهاد من عندك انت تبنيت انت العمل فيه من هي الفكره جتني انا يعني اني لازم اقدم مثلا نشيده، لان في رمضان السابق قدمت شيء كان حلو فصار مطلوب مني. اي فرحت للاستاذ الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ طلبت من عنده الكلمات وعلى ضوء هذا لحنتها بلحني المتواضع والحمد لله يعني لاقت صدى حلو، وان شاء الله يعني راح اكون متواصل انا بالشيء هذا دائما في كل رمضان لازم انا اقدم حلو. شيء عبد السلام زايد ما شاء الله صوت حلو وصوت غنائي جميل، انت اجمل حبيناه كلنا. ما شلون رده فعل النبض السلومي خصوصا من خلال انك قدمت كلون ثاني انشوده او نشيده، شلون رده فعلهم تقبلوا الوضع؟ انا بالبدايه كنت متخوف شويه في البداية، لأن الأنشودة لونها مختلف، حتى يعني أنا تعمدت أني ألحنها بطريقة مختلفة شوية، فلقيت العكس، لقيت أنه يعني بالتخوف هذا بالعكس قلت يا ليتني ما خفت ولا ترددت، لأن شفت إقبال حلو يعني تبادلوها في الانستغرام في مقاطع في السناب وغيره يعني، ويسعدني أنهم حابينها يعني هذا شيء يفرحني. طبعا قبل الهوى قبل لا يكون معانا كانوا يسألون الزملاء هل في مجال ان نشوفك ان شاء الله في المستقبل في التمثيل؟ اكيد يمثل انا اتوقع. لا رافض رافض يعني انا تمثيل ما اللياقة الحلوة والجسم الحلو والوسامة هذه، بس احس انه يعني التمثيل لا ناسه يعني، شلون اقول لك يعني ما ادري يعني انا ما ابي اخربط هويتي يعني، بس في فنانين يعني وايد قدموا بهالمجال هذا وانتقلوا للتمثيل ونجحوا، لكن احس انه شوي هذا الشيء يعني مثل ما يقولون يحرق كرت الفنان، يحرق نكهته خصوصا ان حبينا عبد السلام بالغنى. صح انا اتفق معك يعني، خصوصا نشوف بعض الاعلاميين وجه لهم تحيه اكيد الجاءوا الى التمثيل، انا وجهه نظري لا ارفض يعني بتاتا. شوف هو ممكن انزين، بس انه بحال هي خطوه راح تكون صعبه يعني، ما اعرف شنو وراء، راح اكون خايف هذه الخطوه لو مثلا عرض علي هذا الشيء. انا عرض علي اكثر من مسلسل واكثر من تو اخر واحد عرض عليك احد الزملاء او صديق من شوي زميل قبل شوي كان قاعد اسمعه قاعد يقول طبعا المسلسل الفيل تشاوي نوجه له تحيه حليفا نوجه له تحيه اقول الدور ترى سمعت انا بالقناه شنو قولي دور اعتقد كان يقول له مدرس موسيقى ولا شيء يعني خاصه بالموسيقى. لا ما هو مدرس نظري كمتلقي انت عاشق متيم هذا الدور يا سلام عليكم صراحه احرجتني والله لا عزيزي خلي لا بس سؤال الحين لو تم بطريقه جديه عرض عليك دور جميل تحس انه يناسب شخصيتك نوعا ما في مسلسل مع نجوم تقبل كعبد السلام زايد ولا لا الحين يعني.
بالفترة الحالية هذه؟ يكون الدور يتعلق بعبد السلام فنان؟ لا قريب منك مو كفنان. قريب مني يعني سارة مو كلهم يعني مثلا يمثل مثلا في مذيعات دشوا مو شرط هي تاخذ دور مذيعة صح. لا عادي يعني بعيد كأي دور داخل نطاق النص نفسه. بس انا ما ودي اطلع برا غالب الغناء يعني ودي اكون موجود بهذا الشيء إيه يعني مو حاب. ممكن اذا كان شيء يعني يناسب اني اكون انا فيه فنان او اغني او يتعلق بالمجال اللي انا فيه يكون شيء يعني مكتوب ومثل ما يقولون يعني شيء مرتب ما يعني راح افكر فيه. يا قدام يمكن ان شاء الله يصير لك في المستقبل اذا انت كنت حاب ان شاء الله ولك نيه ورغبه ان شاء الله نشوفك ايضا في التمثيل ولكن ايضا انت في الغناء لك محبينك وممكن انك تستمر عليه. راح نقول له يعطيك العافيه على وجودك معنا في الاستديو واكيد نتمنى لك كل التوفيق. وهل من كلمه اخيره تحب توجهها؟ اول شيء احب اشكركم على كل كلمه حلوه قلتوها بحقي واحب يعني أقول كلام وأنتم بخير يا رب إن شاء الله. والله يحفظ البلاد العربية المسلمة وأحب أعزي الأخ محمد المنصور على الحادثة اللي صارت وإن شاء الله آخر الأحزان يا رب وعيدكم مبارك وكلام وأنتم بخير. الله يجزاك خير إن شاء الله وأكيد كل التعازي أكيد للفنان محمد المنصور لوفاة زوجته وأيضا أختها كل يعني التعازي القلبية لأسرة آل منصور الكويتية وأيضا أسرة آل ماجد حقيقة في هذا الحادث خصوصا أنها في العشر الأواخر وهذه أيام مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم إن شاء الله في جناته النعيم إن شاء الله. عسى الله يلهمهم إن شاء الله الصبر والسلوان وإن شاء الله هذه آخر الأحزان يا رب. وطبعا شفنا قبل شوي صورة أكيد من واجب العزاء أو واجب الدفن. راح نروح لمسابقتنا المتعودين عليها الفقرة كلام أول. خلينا نشوف شنو فيها هالمرة ونرجع من جديد.